كونسيدريشن. الجاينيكولوجي يعني عمليات النسائيه، اي عمليات متعلقه بالحوض والنسائيه، سواء الاوفري سواء اليوترس. اذا كانت المريضه بريجننت يسموها اوبستر، اوكي اوبستر انستيسيا. يقول ماني بيشنت ابرهنسيف اكثر من خاطر من عمليات اليوميه جايه حتى لو ما يبغى سيرجري. المشاكل تستيل عندنا بدي كل الجاينيكولوجي بوست اوبرتيف نوزيا بوينتنج. اذا تجيك بريجننت دائما اكثر هاي ريسك او هاي كومبلين فروم نوزيا بوينتنج. وعدهم يتقلقون في العمل. سو افويد نايتروس اوكسايد. من بريجننت ما اعطي نايتروس اوكسايد. اوكي؟ لان يزيد عدو نوزيا بوينتنج. بس بالسيزيرين احنا نقدر نعطي. ماكو مشكله، ماكو كونتراكتيشن. لكن المشكله تصير عدو بوينتنج. بلاسين بيتوكلوبرامايد او اوندستيرون نمطي انتبه او هاي بريفنت من المجر نمنع الاسبريشن. اول شيء يخاف، ثاني شيء نوزي والغم، ثاني شيء اذا جت المريضه على عمليه بالفيك سيرجري ورمس الله من الوتراس او اوفرين تيومر الاورام الهضميه نخاف من الديفينس بروسيس. ليش؟ لان هالمكانات والمانيبوليشن قريبه على الفيرا كافي وعلى الميجر بلاد فيسل فنخاف من دي فيناس بروسس. الشغلات المهمه انه احتاج انتي بايتيك بروفلكسس للعمليات النسائيه. ليش؟ لان الجرح مالته كبير والعمليه يجوز فتحتها تطول فتره، ريسك مال انفكشن يكون عندهم عالي. اوكي؟ سو انتي بايتيك انتي اميتيك نخلص من نستخدم نايتروس اوكسايد نوزيو بومتيك والدي في تي. إذا أردت أشتغل عملية نسائية. الشغل المهم عندهم فيجر اللي يسوون عمليات نمطية للرحم أو عنق الرحم أو السيرفايكال دايليشن يسوون توسيع للقناة عنق الرحم أو يسوون تراكشن للفلفيك أورجان اللي يفتح بطن المريض ويسوون تراكشن هذا الريفراكتر اللي يبعدون عن عندهم سبيس تواب ويشوفون احتمالات الريفراكتر يحفز العصب الدائر العصب العاشر اللي هو فيجر نير ويصير عند المريض بريديكارديا واحتمال كارديك ارست. فنخاف من هذا الموضوع اذا صار عندك او احتمال حتى النواطير مال البطن من ينفخ السي او 2 راح يصير عندك فيجر ستيميليشن او يسحبون الاعضاء مثلا طلعوا البيت طلعوا البيت ويطلعون الرحم عمود ينظفون. اوكي ممكن يخيبون تاني من يسحبون الاعضاء فهذه الاحشاء مناسبه تطلق يسموها تراكشن اوف اورجن يسحبون الاعضاء طلعوا اللي برا يصير عندك البريديكارديا والكارديك ارست. تذكر بوزيشن مال بيشن اذا كان ليثيتوم بوزيشن نخاف ليثيتوم بوزيشن يعني بوزيشن بيشن نخاف على هاي المنطقه اكثر منطقه راح تنضرب هي الكمان بيرون النيرف العقل العصب اللي هنا يطلع اللي هو جاي من السياتيك من هذا العقل النيرف اللي ورا يجي تحت الجلد منها يتوسع شو اسمه السوبرفيشال والديب بيرون النيرف فنخاف من هذا الموضوع. سو يعني ينضرب الكمان بيرون النيرف. المريضة لقيت الآلام بظهرها مسوية تنفيذ فقرات بظهرها فهم نخاف عليها ونخاف بالسحب والنقل وتنضرب سرفايكال سباين أو أي شيء ثاني. هاي كلامات ما حبيت وتاخذ إذن من الجانبولوجي ناخذ بيرمشن من الفيميل اللي راح يحط لكم تحاميل بعد العمل وبعد شنو؟ نقطة ألف بس نبين هذا نسوي يبقى دافع المريض خلال العملية لأن راح نحافظ عليه والوش والنزل راح يقل وننظف له الباردة فلازم نحافظ على حرارة المريض نحط له بطانية حرارية أو نضيف سوائل أصلا دافية. بالجاينيكولوجي سيرجري احتمال عندي نزل يكون عالي راح أحضر كانيولات راح أحضر بلاط. أوكي خصوصا عمليات الأوبن اوبن ابروتش يعني عمليات فتح بطن مو عن طريق المعروف مثل الستركتوم استئصال الرحم تيوبال بريجنسي ريبير عندهم حمل خارج الرحم بالانابيب فيفتحون الفو ويطلعون البيبي الميت اما شنو اما شنو هسه يستخدمون عن طريق المعروف طبعا بس بعض الطبيبات لا باقين على الاولد فاشن اللي هي الاوبن الستروسكوبي هاي من العمليات اللي كلش كويسه هي نواحي الرحمية دا
شكر موجود اكو قولي كتله لحميه او شحميه بدها نزل بدها مرار بدها فرحه بدها اي شيء دايجنوستس تريتمنت جزء طوع علاج مثل هذول اللي ما عندهم اطفال يسوون لهم اطفال تنامي قبل هذا يثقبون يسوون ستيميوليشن يثقبون شويه من جزء من بطانه الرحم عم يسوون تحسس على المدمنين يجون يحطون بيهم الطفل يعني يصير نسبة نجاح المجال الحمل يصير اسرع المواضيع بالهستروسكوب سيرفات الحمد لله ليش؟ ستيميوليشن اوتونوميك ريسبونس بحكم ما تصير راديكارديا او تيكارديا اوتونوميك يعني سيرفات الكل بعض قلنا قبل بالسيرفات الدايمشن رح يصير راديكارديا فيجر ستيميوليشن هي عمليات بسيطة وان دي سيرجري يعني تطلع من العملية وساعتين على ساعة تطلع من البيت جي اي او سبارنا او التورا ما عندها اي مشكلة احتمال جي اي بروبوفول احنا شو نبدا فيديو زي ما فهمنا بروبوفول يا اما ماسك اذا طولت العملية في عمر ساعة حتى لا اي جي او فنتليتر ما عندها مشكلة في الانليشن او تي في بس المشكلة السرعة عفوا احتمال بلفريشن لليوترس يعني هما داخلين نعمل ثقوة من الرحم تتحول تشو تنفتح البطن أو لابوسكوب يدخلون أو يخيطون الرحم فلازم نعمل وتكامل الثاني للأسف حط كامل الثاني حط تشو حط أي جو إذا فتحوا بطن هم تشو إذا لابوسكوب تشو 100% تتحول من ماسك أو أي جو تتحول تشو وقلت كامل لو نحط لنا نخاف نحتاج أنت لازم كل المطن كل مغاب أيوه لابروسكوب ايش هيستروسكوب نظر رحم انطلق عقل رحم نعم لابروسكوب سيرجري لابروسكوب سيرجري هي نظامي البطنية لعمليات الرحم والاوفر المبعض في بعض العمليات اما اللي يستوى اما تسوي لابروسكوب في ستيرلايزيشن اللي عندها بطن عندها اوفر اسيست سيستكتومي يشيلون تكيسات على النوايف اوفركتر بعد emergency surgery حالات الطارئة إذا تجي حمل خارج الرحم بالتيوب فيشيلوه عن طريق النابور عن فجاينا مستركتر هاي العمليات تقول لهم procedure time احتمال open احتمال لا حسب الجراح حسب البيشنت يحتاجون هنا بس يرجع للهارت من اي شيء من جوا البطن. برجلينها من البلفك
يقل في نص الكيان في معيته والكاري أوت. وإذا أوت إيش احتمال ما تتحمل لا بس كوب احتمال نفتحها أوفر تخدير نص كيان تخدير عام بس ما ينفهم من المريض أو لازم slow inflation حالة إيه في نفهم مو بسرعة. شي يستخدمون الجراحين مو نيدل هي لازم فرص نيدل نيدل صغيرة شوي شوي تنفخ بطن المريض عملية فيسيولوجي ما تتأثر على الكاردي كورسكار ومشينه بالجلوب هذا الكبر نفخه خلال أقل نص دقيقة نفخه البطن هيك صار هذا سدل أونست أو الكيس كاردي أوفر مثل الواحد الشوك ستيل فالهارت ما يتحمل احتمال يصير كاردي كارس يقل في نص الكيان كاردي أوفر هذا الموضوع هنا انكريز فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو اللي في الريد سبيس هي المفروض مسماتش يصير إذا زيد الفنتيليشن بيرفيوجن ريشيو يعني صارت واحد هذا النورمال فهي مسماتش والألفيرا ديد سبيس أكيد راح يقل الأفيس في ديد سبيس عفوا الأفارس بس الديد سبيس يزيد بريدك كاردي إز كمان أفتر بريتونيان سيبريشن أكيجين أو سيستم أكاد بين أخاف من كاردك أرست نفخه بطن المرض صار كاردك أرست ما نتحمل أوكي الأسيستول بريدك كاردي احتمال الصغير لأني مهمات تيجي للابروسكوبك سيرجري بعض العمليات تحتاج لمضير بطنية الهستركتوم اللي هي استئصال الرحم هذا جاب من اكسفورد جاب هو شيون اللي عمل نترس عن طريق الابدومنا الاستيجن او عملا اللابروسكوبي ابدومنا الهستركتوم عندك نوعين من الهستركتوم استئصال الرحم عن طريق الابدومن يا اما يفتحون البطن ويشيلون الترس هو او الاوفري ويا كل المحقات او عن طريق معمول بطني هم يشتغلون نوعين وعندك فجانا استركتوم يشيلون الرحم عن طريق فتحه الفجانا اوكي يطلعون من جوا في نوعين كل واحد انديكيشن بروسيجر ريموفال اوف يوترس فروم ابدومنال سيجن يا اما الاوفري وياها يعني اذا شغلوا الاوفري بيكون اوفري شو يسموها باي سالبنجو اوف ريكتوم بايلاترال سالبنجو اوف ريكتوم شنو من الكرس والانابيب مال الحمل والاوف ريكتوم استئصال المبالغ الوقت احتمال ساعة احتمال اكثر البين سبير بين 3 بلس يعني سبير بين بوزيشن سوباين هيد داون اذا الابدومنا السوباين يشيل الهيد شو يصير داون البلاد لوس تقريبا 250 الى 500 مرة اللوس مالت من مالت براكتيك التكنيك جي اي تيوب واي بي بي اوكي جي اي الاكثر يكون اذا ابدومنا اذا فجانا مستركم اذا شالوا رحم عقليه الفجانا بروسيجر ريموفال اوف انتس وين ذا فجانا الوقت اقل 50 دقيقه في الديت البين اقل الوقت اقل والالم اقل البوزيشن شنو؟ اكيد هي تلقى بوزيشن اللوس فايرل يوجوال اقل من 500 هناك 250 الى 500 هناك اقل من 500 تكنيك جي اي ريجينال الهي سبونتينوس فنتيليشن كوردال او سبايرال اي واحد يكون عندك كوردال نفس السبايرال العفو كوردال اللي جوا ما عندي شو السبب مش راح احكم وياهم بعد الماي مكتوب من العمليات الاخرى جملتها هي
هل الجينيكولوجي يا اما تعبير رحمي يا اما استئصال رحمي يا اما استئصال شو اسمه تكي الالياف الموجوده على الحلقة. اذا هي 6 و6.5 هي
بنصير فيدي دور النورمال تليفون او سيزيون سكشن تتحمل الهايبرتنشن كان توليريت ذا هيمودايناميك تشينج دورينج ديليفري. توتال بلاد فوليوم ريتش حتى يوصل بالتيار نهايه الولاده بعد الحمل يصير نورمال كيجي فلويد يصير اداء عالي وشوفه ورمت خشمه كبر تكره من العالم عنده بروبلم حلا او جلد بيجي ورمت انتباه من البومينيتر او احتمال فلويد او بلاد او فرمت وكله انيميا. هذا مهم البلاد لوس دورين فاجانا دليفري 400 الى 500 مره وإذا السيزيرين من 100 إلى 800 إلى 1000 هذا اللي مهم. أيورتيك هايبرتنشن أيورتيك تيرفال كومبرشن اللي هو اسمه سوباين هايبرتنشن سيندروم وش كاركترايز المريضة اللي بريجننت ما يستثنى على راحة حتى بصالة العمليات من توصل سادس سابع ثامن كاسر ما يستثنى على راحة ليش؟ إذا نامت على راحة عندك الأيورتي وعندك الإنفيريال فينا كاف ثاني وين اشوف الاسفلت وعندك الايورتا ايورتا ليفت ونفذ بين كافرات اذا نامت على ظهرها المريض العضله مش رقيقه كومبرس انسد اذا سد ما يوصل الدم الواصل من رجليها فالسر بيشنت شنو؟ قبل ليش؟ شوك احتمال احتمال كاردك ارست بس من نوعتين لهذا من توصلت العمليات ممنوع المريض تصير سوباي lateral position بس من نبدي اندكشن يلا نخلي المريضة سوباين بوزيشن خاصة بالوضع الدراسي مع حاضر الجراحة مع حاضر النسائية مع حاضر الأطفال مع كل أموره ليفت lateral position وأنا أقولها عن ليفت ليش؟ عمود يتحرر ويفرير ذينا كارك أوكي يرجع الدم للهارت تمام؟ شنو الأعراض؟ جوز الأوبر مانطو بالمريضة بس لهم أغلب توقع السبع المساعدة صفر إيش صفر؟ هالبوتنشن بومتي، نوزي، جوز سوتي، جوز تفقد الوعي، جوز كارديك ارست. اوكي؟ وش يصير عندنا؟ يسموها سوبريا دي ركاب سندروم او ايرو كومبرشن، ايرو كابل كومبرشن او سوباين هايبرتنشن سندروم. هايبرتنشن، بيا، سوتي، نوزي، بومتي. تتوقعون انتهى، شو اسوي لك؟ راسين تشينج بوزيشن. يعني هي كانت نايمة على الارض، اقلب على الوسط. راسين اقلب على الوسط، اعطيها اكسجين وفلويد. اوكي؟ راسين يروح هاي الاعراض، ترجع المريضة طبيعية. السبب شنو؟ الضغط مال اليوترس والبيبي على الفيرفيرا كافا راح يصير كومبليت او نير كومبليت اوكلوجن راح يصير بصوره نهائيه او شبه نهائيه. شو اسوي؟ احط لها وجه مخده جوا حوضها الايمن واقلبها شوي لافر رايت هيك عند الرايت هيك يعني احط مخده 15 دقري شويه اضغط الحوض على الجهه او دي للليفت سايد يعني احطها بالجهه اليمنى جوا ظهر اليمنى وعم تنقلب للجهه اليسرى. كما درجتها الفيليا تعتبر هايبر كوديمال ستيت. الليفر انزايم والكوديليشن فاكتور راح يصير عوامل تخدم. اوكي؟ راح يصير عندك ريسك مال شنو؟ دي فينوس ثرومبوسيس. كوديليشن عالي، الدي دايما بالبرجنت عالي، نورمال. نورمال الدي دايما حتى يوصل 250%. اوكي؟ مو كل واحد تدار معلق اللي هو نورمال 500 مو كل واحد تدار معلق يعني قال هاي دي في تي لا هذا نورمال انه يسكت هذا هو الكلوسيك بس هي ريسك مال دي في تي اي ها ريسك مال دي في تي شو حيزيد لكم فايبينوجين تلاقيه عم يصير مزن يتحمل بس يصير كوجريشن كونستريشن فاكتور عوام التخثر فاكتور 7 8 9 ولا 12 اكس يعني 10 11 12 هذا موضوع مهم جي اي تي افكت البريجننت ان هاي ريسك مال شنو؟ اسبريشن اسبريشن ليش؟ لو الاسفيجل سفنكتر العصر البوابيه مال السفنكتر الاسفيجس تكون رخوه بسبب هرمون الاستروجين بلوكس بروجسترون هرمون الحمل راح تفخي والطفل ضغط مالته على الحجاب على الدايفو راح تفخي العضله بين المعده وبين الاسفيجس وتصير ريسك مال اسبريشن خلال اندكشن او حتى ريكفري والمنال اسبريشن السيتوكولين استرايز راح يزيد اي رقم في القدم ايش قد يصير 20 25 ل 30% اذا اعطينا سكولين احنا كل السيزيرين المفروض نعطي سكولين ايفر بريجننت لازم تعطي سكولين الا اذا اكو
فولي كريكويت بريشر انتوبيشن واش هي ولا كان غادي نخر الكريكويت بريشر اوكي هاي لو سيكونس انتوبيشن الاسكولي احتمال يتاخر احتمال يتاخر شو ما في الريف كيسز مو سيدو كل ستريس يقل عندكم سيدو كل ستريس شو شغل يحل الاسكولي يكسر الاسكولي يخلص الجسم من الاسكولي اذا هو قل الاسكولي راح يطول الريف كيسز Yeah, it's fine. Just a little bit more careful.
احسن ما قضيت احسن ما قضيت جي اي والسايد افكت من طب العلاج راح يكون من عند السرطان على السايد افكت مال الادويه اللي اخذتها وقلت انا اخلص انتوا اذا اخذ اسماء وراح اشوف درجاتكم قسم بالله العظيم اذا واحدكم ما يجيب درجه بها خير والله لهذا اسوي لكم صفر النشاط مو درجه خمسه لا صفر اذا ما تجيب درجه انا يسوي نسيت تتحرك بسرعات بالريجنال ما ادري بس كان نص ساعه ما خوش يسوي يقول بوست او جود انرجي سيو موبلايزيشن واقل درجه بالنسبه للريجنال اسبانيا او بتور لا تقول يسوي اقل حسب بروفور او ريزل او مصر ريلاكس او فيت كاني وما لا اقل بالاسبانيا او بتور الاسبانيا حسب النوع السي بي ار اوكي
هاي ستيك بوزيشن. اذا كان لاتر بوزيشن ما نقدر نقدر لاتر بوزيشن حق وندفع على الانستيزيا شوي اصعب بالنسبه لنا وتبقى لاتر بوزيشن بس تحتاج وقت اطول على ما تخدم كور بيزي. شلون نعرف انه هذا الميت ما تقدر تحرك جيناتك ما تحس بالالم؟ نسوي تيست فوق العلاقات عتبتين يا بعد انت شنو تحسين شيء فقالت لا اوكي ما تتحرك نفتح الفتحه ونكمل طلع البيبي نحط الفيتوسي وفرجه فيتوسي اوكسيتوسي اللي هو ايش قد نعطي 2 الى 5 يونت او 10 يونت ونص لنظام الضم وبعدين نحط له انفيوجن نخاف السايد افكت من الاوكسيتوسين اللي هو شنو التيبيكال المثال جين هم يستخدمون الاورجومتري ايش قد نستخدم 2.5 الى 4 الى 5 مليغرام اوكي العفو فيتوسي باليونت المثلجين بالمليغرام ننطي بس مثل جماعي النطق إذا كانت المريضة نستمر هايبرتنشن وإذا عندها أسمى إذا هايبرتنشن ما تقوم بمترجم وحيفة أضغط ويسوي برونكو سبازم أوكي؟ وبيتوسي نسوي تركات الهايبرتنشن فلتا كون مهم ذلك نط فلوت طبعا طلع البيبي أول ما طلع البيبي نط ذهني نط فلوت هاي إذا سبازم نط حتى برسلوها أولها في وجه بعد العدين ولازم يكون فوق الكافيتا غير ما تقدر ويصير عندي هو الريتنشن اول 6 ساعات ما عندي برامج متى اذا تدرب ما عندي قابليه انه تدرب نوع الليدن 25 جيج سمولر بنسل بوينت اصغر ليدن بنسل بوينت يعني مثل قلم الجاف اللي ما تروماتيك اذا استخدمت تروماتيك راح يصير عندك بوست سباينال هيديك فانكشن هيديك يصير عندك صداع بعد إذا فيها السوالة ما استخدم السوالة أو ما قدر نحط السوالة عشان مرة جاكينا ألف مرة ما تستخدم حاول إلى جنرال سيكونسي هسا إنديكيشن أو جي إي شو الإنديكيشن؟ ما تقدر المريضة ترفض السوالة إذا المريضة رفضت السوالة لازم تحط جنرال سيكونسي وما عندها مشكلة يعني المريضة نقدر نحط جنرال سيكونسي ونحط السوالة مو ما نقدر نعطي جي إي إلا سوالة ولا تحسب لنا هي لا ما حد يصير نبلغها شحنة الخطورة مال الجي اي ما قبل تنحاش لان ما قبل انا بامكاني ارفض انه ما اعطي جي اي خلاص مريضة مو امرجنسي تتحول حتى لو انت الموقع المسؤول ما بقدر اتحمل شيء خطر انا مسؤول حتى لو المريض ما يحب انا ما خلي جوا على ثاني احاول الغي اوكي بس الالكتيف وفيها المجال تتغير من جي اسبايد من جي اي انطي الجي اي ايش هذا فمعطينا ريكوست ارجنسي حالة طارئة جدا ما راح على مستوى المريضة نسيت عندك تتوقع انه طول العملية مو بس سيزيرين عملية سيزيرين جزء بلاسمية بريفيل الجارة متقدمة او اكلت الجارة مفصولة الطفل راح يموت انا قاعد اسوي سكواتا لا جي اي اسرع احتمال عندي لوست عالي النسف راح يكون عالي هاي الوقت دائما يكون دائما ارستيك الشوك يصير هاي الوقت ايش راح يصير من سكواتا وتنزل في المريضة راح يصير ارستيك اوكي فالجي اي هنا اقلت من السبايدر بس بعد ولو يقول لك الطبيب الشاطر والسبايدر عنده بسرعه يسوي يقدر يسوي سبايدر اذا كان يعني الليبر او شيء بس اذا لا نزل من الشوك واذا المدام كريستيفر فالجي اي احسن واقل من السبايدر احتمال عمليه طلب مو بس شنو الطفل طلب احتمال الرحم يشيله اذا كانت اكلت اذا جابها بالتصفى والرحم ما تطلع في شنو الرحم كلها تطلع اوكي فهاي العمليات تحتاج نفس حتى لو صار تتحول جي حتى لو كان ما متوقع اوكي بنا صار ما متوقع حول جي اوكي في امتى بعد اذا اعطي سباينا في الارض 12 الارض وادي شنو سيرجري بلان هذا سيرجري بلان احتمال مو بس سنه نحتاج عمليه ثانيه التكنيك نفس الشيء هيستر اكزامينشن والايرواي مانجمنت الاكزامينشن مال الباتي والكارمنتا والمدري شنو ده الايرواي اكزامينشن امور تمام احضر حسب المريضه اتوقع ديفيكالتي تيوب احضر ديفيكالتي انتوبيشن الفلتر مالتنا انتي اسيد كل المرات مونيتورينج بوزيشن ليفت لاترا ليفت لاترا بوزيشن نخدم الجهه اليمنى برو اوكسجينيشن 3 الى 5 دقائق او
4 على 8 ويلكم كاباسيتي بريف، وقلتكم بالامن كان في 8 الى 10 ويلكم كاباسيتي. اوكي؟ اسبريشن. كان الله يحب كل محسنين. عندكم سؤال؟